كنت بتقول حاجة عن عبد الحليم حافظ. ما هو ليه بقى فرقة المصريين؟ عبد الحليم كان بيقول، وليه انا استفدت من كلام نجيب محفوظ. نجيب محفوظ كان عبد الحليم يجي يقعد جنبي يشوفني بلعب على الاورجل، هاموند اورجل كبير كده، ويعزمني على الغدا وانا كنت ازوغ منه. لا مع حضرتك بقى، بصي انا ما اعزم اي حد من الشباب دول على الغدا معايا، ما يقدرش يجي يزوغ. ليه؟ ليه؟ ما انا هقول لحضرتك بقى، اياميها في البيتش وفي الجيرل فريند وفي السينمات وفي هروح اقعد مع واحد اكل بالشوكه والسكينه انت كنت شقي بقى يا استاذ هاني. لا كنت صغير. كنت شباب. لا لا لا. طب معلش، اتجوزت البنت دي ولا لا؟ اللي هي الجيرل فريند؟ ايام عبد الحليم؟ طيب يعني قصه سعيده. ما كنتش اعرف ان لها ام، بس الحمد لله. وانت علاقتك مع حماتك ما كانتش قد كده؟ لا لا عمرها ما كانت كويسه، عمرها. ده انت شايل منها قوي يا استاذ هاني. لا مش شايل ولا حاجه. بس انا ايزي جوينج وسهل، وهي متحكمه جدا. فالموضوع مش نافع يعني، واحد عجينه وهي فولاذيه الطبع. وانا بقى احب ايه؟ احب دماغي قوي، احب ابقى قاعد بفكر هعمل ايه، وهو ما حدش بيبقى فاهم ان انا قاعد افكر هعمل ايه. وده شغلي يعني. شغلي في التفكير مش على البيانو. على البيانو ده نمره الانامل تطلع الموضوع، لكن اللي حصل وانا قاعد ساكت. ايوه افكار. ايوه طيب عبد الحليم بقى كان بيجي يشوفكم بتعملوا ايه بقى، ايه العيال الجديده دي؟ ايوه. وعايزك تروح تتغدى معاه وانت بتزوغ. وبعدين جينا القاهره، خلص العقد بتاعنا في اسكندريه وجينا القاهره. كلمني في التليفون، ما اعرفش جاب نمره تليفوني منين، بس ده عبد الحليم يعني. قال انا جبت جهاز اسمه سوبر سترينجز. انا ما صدقتوش الجهاز بتكلم. انا بقرا عنه توسه جاء، قال لي اس تي ار ان جي. قلت له انا جاي لك. طلعت ضربت الجرس، فتحت لي ست قصيره وسمره كده. شوف بقى لما اقول على حد قصير يبقى ايه. على عكس بقى عادتي، لا قلت هاي ولا السلام عليكم ولا صباح، لاني شفت الجهاز جوه في الصاله. رحت رايح عليه، حط في الكوبس، قعدت العب بقى سينجر ان ذا نايت في جو اواي بتاع الحاجات اللي كنا بنلعبها، لان ده بيقوم مقام السترينجز كل الوتريات. فوقفت لي، قال لي استنى، قال لي انا عايزك تعمل لي فرقه صغيره زي البيتيشر. المهم طبعا قال لي عايزك تعمل لي فيه. قلت له بس انا ليا شرط. هنا بقى هو كشر. ما هو عبد الحليم بيفكر ان هو يعني هو الهرم الاكبر وانا دكه عم سيد البواب. ده اللي تشرط على ده ازاي يعني؟ المفروض الهرم الاكبر يشرط على دكه عم سيد البواب، لكن انا مش واخدها كده. انا واخد اله وهنلعب وده مش عارف ايه. عشان كده بقول لك الشباب له منظور تاني خالص عننا. صحيح. قال لي خير بس بتكشيره. قلت له انا اللي العب على الجهاز. قال لي ما انا جايبه لك. باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية
تبدأ من 150 جنيه.